بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي. هنبدأ الدرس الثالث، وعنوان الدرس هو Quantum Numbers، يعني أعداد الكم. Quantum قلنا يعني كم، و Numbers يعني أرقام. وهنا بيقول أن الحل الرياضي لمعادلة شوردنجر، the mathematical solution of Schrodinger equation, introduced four numbers، قدمت لنا أربع أرقام that were called quantum numbers، سموها الكوانتم نمبرز. خلاص، فلما يكون عندنا ذرة فيها الكترونات كتير، عشان نوصف او نحدد الانرجي، الطاقة بتاعت الالكترون اللي موجود في الذرة دي، لازم نعرف الاربعة كوانتم نمبر دول. اربعة كوانتم نمبر N و L M L و M S. N يعني الـ principal quantum number، N هي الـ principal quantum number وهنتكلم عليها بعد شوية. L هي subsidiary quantum number، subsidiary يعني فرعي، عدد الكم الفرعي، وهنعرف برضو انها بتصف شكل الالكترون كلاود في السب ليفل، ما يعني ال N مسؤولة عن الليفل الرئيسي، وال L مسؤولة عن السب ليفل، وال ML اللي هي الماجنتيك كوانتم نمبر بيوصف الاوربيتالز، تمام، وال MS بيوصف السبين بتاع الالكترون. هناخد واحده واحده بالتفصيل ان شاء الله عشان نفهمهم. يبقى دلوقتي عندنا كام كوانتم نمبر؟ 4، N و L و ML و MS. N مسؤول عن الليفل الرئيسي بتاع الطاقه، L مسؤول عن السب ليفل، ML مسؤول عن الاوربيتال، و MS مسؤول عن السبين. طيب ناخد بقى يعني ايه ذا برينسيبال كوانتم نمبر N. برينسيبال يعني رئيسي، كوانتم يعني كم، نمبر يعني عدد، عدد الكم الرئيسي. يبقى ده هيوضح ايه؟ هيوضح الاوردر بتاع الانرجي ليفل، هيوضح ترتيب الانرجي ليفل، او بنسميه الالكترون شيل، غلاف الالكترونات، تمام. الان دي بتاخد ارقام من 1 لحد 7، تمام. اقصى عدد للاغلفة بتاعت الالكترونات حوالين النيوكليوس هم 7 اغلفة، تمام. تاني حاجة بتحددها ان هي عدد الالكترونات اللي تملى المستوى N اللي عندنا، حيث ان عدد الالكترونات الكلي اللي يملى مستوى الطاقة الرئيسي، اللي يملى الانرجي ليفل، اللي يملى الالكترون شيل، بيساوي 2N to the power 2، بيساوي 2 مضروبة في N تربيع، تمام، 2 times square of the shell number. يبقى عدد الالكترونات الموجودة في اي مستوى رئيسي من السبع مستويات بتوعنا لازم يكون بيساوي 2N تربيع. يبقى على طول لو قلنا المستوى الثاني، مش احنا قلنا N من 1 لـ 7، يعني في النيوكليوس حواليها N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7، تمام. لو خدنا N3 في المستوى الثالث، الشيل رقم 3، الانرجي ليفل الرئيسي رقم 3، لازم يكون التوتال نمبر اوف الكترونز اللي يحتوي عليها الشيل ده تساوي كام؟ تساوي 2 في 3 تربيع، اللي هي بتساوي كام؟ 3 تربيع بـ9 × 2 بـ18، تمام. يبقى ان هتقول لنا الاوردر بتاع الليفل، هل هو رقم 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، وهتقول لنا عدد الالكترونات الموجودة في الليفل ده انها لازم تساوي 2N تربيع، تمام. فالتيبل ده بيوضح لنا الكلام اللي احنا لسه قايلينه. اول حاجة ادي الان بتاعتنا بتاخد 1 أو 2 أو 3 أو 4، وزي ما هي بتاخد order بتاخد ترتيب، فبتاخد كمان حروف كرموز letters. فرقم 1 بنسميه K، رقم 2 بنسميه L، رقم 3 بنسميه M، رقم 4 بنسميه N، وهكذا، تمام. يبقى the number of electrons required to fill the energy level هيكون بيساوي إيه؟ تساوي 2N تربيع. يبقى ال first shell اللي هو اول شيل قريب من النواة، عدد الالكترونات اللي فيها تكون بتساوي 2 في 1 تربيع، 1 تربيع بـ1 × 2 ×2، يبقى اول غلاف قريب من النواة لازم يتملى بالكترونين فقط، تمام. طيب second shell عدد الالكترونات فيها تكون كام؟ 2N تربيع، 2 في 2 تربيع، يبقى 2 تربيع بـ4 × 2 ×8، يبقى تاني غلاف، احنا قلنا الاولاني خلاص بيتملى باتنين، تاني غلاف لازم يتملى بـ8، التالت يبقى 2 في 3 تربيع،
ثلاثة تربيع بتسعة في اتنين بتمنتاشر، تمام. الرابع يبقى اتنين في اربعة تربيع، اربعة تربيع بستاشر في اتنين باتنين وتلاتين، تمام. يبقى ده عدد الالكترونات الكلي. لكن هل الالكترونات بتكون موجودة كده جنب بعضها بشكل متزاحم بالشكل ده؟ لا، الانرجي ليفل الرئيسي البرنسبل انرجي ليفل جواه في سب ليفلز، في مستويات فرعية، فالالكترونز ما بتكونش متزاحمة كده مع بعضها، بتكون موجودة في مستويات فرعية، وهنعرف بعد شوية ازاي بنعرف المستويات الفرعية. طيب سؤال، give reason the rule 2n to the power 2 isn't applied to the energy levels higher than fourth level. ليه القاعدة بتاعت 2n تربيع ما بتطبقش على الليفلز الأعلى الـ higher than الأعلى من المستوى الرابع؟ because the atom becomes unstable، تمام، الذرة بتبقى غير مستقرة if the numbers of electrons exceeds 32 electrons، لو عدد الإلكترونات تجاوز ال 32 الذرة بتبقى مش مستقرة، فما بنطبقش القانون ده على المستوى الخامس والسادس والسابع، تمام. ال principal quantum number اللي هو n، the principal quantum number اللي هو n بياخد أرقام صحيحة من أول واحد لحد سبعة، تمام، ما بناخدش الزيرو، الزيرو مش موجود معانا. ال principal quantum number اللي هو n له order، له ترتيب واحد اتنين تلاتة لحد سبعة، وله رموز بترمز له letters حروف بتبدأ من k لحد q، يبقى الأولاني اسمه k، التاني اسمه l، التالت m n o p q، تمام. كل ما بنبعد عن النيوكليوس، طبعا رقم واحد ده اللي هو قريب من النيوكليوس، k ده اللي هو قريب من النيوكليوس، كل ما بنبعد عن النيوكليوس الانرجي بتاعت الليفل بتزيد، تمام. energy of the levels increases from k to q، يبقى q اعلى طاقة من ال b، وال b اعلى طاقة من ال o، وهكذا. اقل واحدة في الطاقة هي ال k، k اقل من ال l، وال l اقل من ال m، وهكذا، تمام. طب ايه هو بقى ال quantum number التاني اللي رمزنا له بالرمز l؟ احنا قلنا ال n principal quantum number اللي هو الغلاف الرئيسي، وعرفنا عدد الالكترونات اللي لازم تكون موجودة داخل هذا الغلاف. جوه الغلاف الرئيسي ده موجود أغلفة فرعية اللي بنرمز لها بالرمز L، اللي هي subsidiary quantum number، رقم الكم الفرعي، subsidiary يعني فرعي. يبقى L determines sub levels، المستويات الفرعية، in each principle energy level، اللي داخل كل principle energy level، داخل كل مستوى رئيسي موجود مستويات فرعية، تمام. طب قد ايه مستويات فرعية موجودة داخل كل مستوى رئيسي؟ عدد المستويات الفرعية الموجودة داخل كل مستوى رئيسي بتساوي نفس رقم المستوى الرئيسي، يعني المستوى الرئيسي الأول رقمه كام؟ واحد، يبقى موجود داخله كام مستوى فرعي؟ واحد بس، تمام. المستوى الرئيسي اتنين اللي هي n بتساوي اتنين، يبقى موجود جواه كام مستوى فرعي؟ اتنين مستوى فرعي. طب والمستوى الرئيسي تلاتة هيكون موجود جواه كام مستوى فرعي؟ تلات مستويات فرعية، وهكذا، تمام. يبقى ال principal energy level consists of a number of sub levels equals its principal quantum number، يعني على حسب ان رقمها كام يبقى موجود جواها نفس العدد من ال L، نفس العدد من ال sub levels. The energy sub levels، يبقى ال L اللي هي ال sub levels ليها symbols وليها value، الرموز بتاعتها ال S وال B وال D وال F. طب ال value بتاعتها اللي بتاخد value من اول 0 لحد n minus 1، يعني لو قلنا عند n بتساوي 3 عايزين نعرف ال L قيمتها كام، ال sub levels قيمتها كام، هتاخد قيم من اول زيرو لحد n ناقص واحد. طب هو n عندنا بكام؟ بتلاتة، يبقى هتاخد قيم من زيرو لحد تلاتة ناقص واحد اللي هي اتنين، يعني هتاخد كام قيمة من زيرو لحد اتنين؟ بنعد ازاي؟ زيرو واحد اتنين، تمام. يبقى L هيكون لها تلات قيم، تمام.
الفاليوز دي ليها رموز، بنديها رموز. لو قيمة ال بزيرو بنديها رمز اس، يبقى ده اس. لو قيمة ال بواحد بنديها بي، رمز بي. لو قيمة ال باتنين بنديها رمز دي. عند المستوى الرئيسي، عند مستوى الطاقة الرئيسي ان تلاتة، موجود عندنا كام مستوى فرعي من ال؟ موجود عندنا 3 مستويات فرعية، اسميهم ايه؟ اسميهم اس و بي و دي، دي السيمبلز بتاعتهم. ارقامهم كام؟ 0 1 و 2. اس دايما هي 0، بي دايما هي 1، دي دايما هي 2. تمام. الجدول ده بيوضح لنا العلاقة بين ان و ال. قلنا ال ان اللي هي البرنسبل كوانتم نمبر ليها سيمبلز رموز، وليها نمبر ليها ارقام. قلنا عند ان بتساوي 1 سميناه ده كي، ان بتساوي 2 سميناه ال، ان بتساوي 3 ام، ان بتساوي 4 سميناه ان. تمام. طيب السب ليفلز اللي هي ال، قلنا ال ليها values، ليها قيم، وليها symbols، هي كمان ليها رموز. تمام. عشان نحسب ال، القانون بتاع حساب ال بيقول ايه؟ بيقول ان ال بتاخد قيم من 0 لحد n minus 1. تمام. نيجي عند المستوى الاول n بواحد. تمام. يبقى قيمة ال من اول 0 لحد n minus 1، 1 ناقص 1 بزيرو، يعني ال ملهاش غير قيمة واحدة في الحالة دي هي 0. طب لما تكون الفاليو بتاعت ال بتساوي 0 نديها انهي رمز؟ نديها الرمز s، صح؟ مش احنا قلنا ان ال متقسمة ل4 مستويات، هما s و b و d و f. امتى نقول s؟ لو كانت الفاليو بتاعت ال بزيرو. امتى نقول b؟ لو كانت الفاليو بتاعت ال بوان. امتى نقول دي؟ لو كانت الفاليو بتاعت ال بتساوي 2. لو كانت الفاليو بتاعت ال بتساوي 3 يبقى نقول f، نسميه f. يبقى احنا لما حسبنا قيمة ال، الفاليو بتاع ال، نعرف على طول السيمبل اللي هنحطه، الرمز بتاعها. يبقى موجود عندنا داخل البرنسبل كوانتم نمبر ان 1، داخل الغلاف الرئيسي الاول اللي قيمته ان 1، موجود عندنا كام غلاف فرعي؟ كام ال؟ موجود عندنا واحد بس هو اس. تمام. وعرفنا ازاي حسبناه. طب ايه الواحد المكتوب قدام ده بتاع الاس؟ الواحد ده علشان نميز الاس دي موجودة في البرنسبل كوانتم نمبر 1، يعني الواحد دي هي نفسها الواحد دي بتاعت الان. طب ليه كتبناها هنا؟ للتمييز، علشان بعد كده لما نتكلم على الليفلز التانية كل واحد فيهم هيطلع عنده اس بتاعته وبي بتاعته. طب هنفرق ما بينهم ازاي؟ نحط الرقم بتاع البرنسبل كوانتم نمبر قبل السيمبل بتاع السب ليفل. خلاص فهمنا كده. طيب نيجي على المستوى التاني من الطاقة اللي هو ان بتساوي 2. تمام. عند ان بتساوي 2 عايزين نعرف فيه كام مستوى فرعي موجود جواها. نفس القانون، عشان نعرف عدد المستويات الفرعية يبقى نقول ال اللي هي المستويات الفرعية بتاخد قيم من 0 لحد ان ناقص 1. طب ان عندنا هنا بتساوي كام؟ 2. يبقى قيم ال هتكون من 0 لحد 2 ناقص 1. 2 ناقص 1 يعني كام؟ يعني 1. يعني قيم ال هتاخد 0 لحد 1 اللي هو ما فيش غير 1. تمام. يبقى 0 او 1، يعني قيمتين بس، يا اما 0 يا اما 1. يبقى الفاليو بتاعت ال هي 0 او 1. طب لما تكون الفاليو بتاعت ال في 0 نديله رمز مين؟ على طول اهو قلنا لما تكون الفاليو في 0 اس، لما تكون 1 بي. يبقى عند 0 لما تكون الفاليو بتاعت ال في 0 يبقى هنحط السيمبل اس، الفاليو بتاعت ال بواحد يبقى هنحط السيمبل بي. تمام. نسيبهم كده تايهين ولا لازم نحددهم بارقام؟ نحددهم بارقام. الارقام دي مين؟ ارقام المستوى الرئيسي. يبقى نقول 2 اس، يعني الاس دي مش تايهه كده، دي مش اس في المستوى الاولاني ولا في المستوى الثالث، دي اس في المستوى الثاني. وبي برضو ما نسيبهاش كده، لازم نحددها. يبقى نقول 2 بي عشان نحدد الاس والبي دول موجودين في انهي ان، في انهي برنسبل نمبر، في انهي مستوى رئيسي، في المستوى الثاني. يبقى نكتب 2 اس و 2 بي. خلاص فهمنا. اللي بعده، اللي بعده انتوا هتقدروا تحلوه لوحدكم. عندنا البرنسبل نمبر رقم 3، عندنا ان ب3. تمام. عايزين نعرف جواها كام مستوى فرعي. هنعرف ازاي؟ نروح عند ال، المستويات الفرعية بتاخد قيم من 0 لحد n-1.
يبقى هتاخد قيم، اللي في الحالة دي هتاخد قيم من 0 لحد 3 ماينس 1 لحد 2. طب هو ايه القيم من 0 لحد 2؟ مفيش غير 0 و1 و2، دول الارقام من 0 لحد 2. يبقى عندنا القيم 0 و1 و2. طب نديها انهي سامبلز؟ نرجع تاني السامبلز اهي، اذا 0 بنديله اس، 1 نديله بي، 2 نديله دي. يبقى عند 0 هنقول اس، عند 1 هنقول بي، عند 2 هنقول دي. تمام، نسيبهم تايهين كده؟ ما ينفعش، نحط قدامهم ايه؟ ارقام البرنسبل كوانتم نمبر اللي تقول لنا احنا في انهي مستوى. احنا في المستوى الثالث، يبقى نقول 3 اس، 3 بي، 3 دي. خلاص فهمنا. المستوى الرابع هسيبكم تحلوه لوحدكم. تمام، طبعا الفرق بين مستويات الطاقة الفرعية وبعضها في الطاقة فرق بسيط، لكن لما نيجي نرتبهم هنلاحظ ان الاس اقل في الطاقة من البي، والبي اقل من الدي، والاف اعلى واحدة في الطاقة. خلاص يبقى فهمنا الاوردر بتاع ال increasing in energy، اس اقل من البي، اقل من الدي، اقل من الاف. تمام، هنا سؤال، وطبعا السؤال ده هيكون تافه جدا بالنسبة لكم لانكم خلاص فهمتوا الموضوع. What are the probable L، ما هي احتمالات L values، ما هي احتمالات القيم بتاعت ال L when N بتساوي 3؟ عاوز يعرف L هتساوي كام لو N بتساوي 3. طالما N بتساوي 3 يبقى L هتاخد values من أول 0 لحد N minus 1، يعني من أول 0. إذا L هتاخد من أول 0 لحد 3 minus 1 لحد كام؟ 2. يعني L هتساوي أنهي قيم الأرقام من 0 لحد 2؟ 0 و1 و2. يبقى ادي قيم L. تمام، دي ال values بتاعت ال L. تمام، لو سألتك عن السيمبلز بتاعتها على طول هتقول 0 يبقى السيمبل بتاعها S، 1 يبقى السيمبل بتاعها B، 2 يبقى السيمبل بتاعها D. تمام، هنا سؤال mention the sub levels، قول ال sub levels. عايز بيسأل عن ايه؟ عن ال sub levels، يعني عاوز نتكلم عن L which exist in an atom، اللي موجودة في ذرة of certain elements، ذرة بتاعت عنصر ما. knowing that، بمعرفة أن the last principle level، آخر مستوى رئيسي is L. يعني إيه the last principle level is L؟ ال principle level اللي هو مين؟ N. بيساوي كام؟ قالك بيساوي L، هنا عطاها لك بالرموز. على طول انت ترجع تقول الرمز ده معناه ايه. مش احنا قلنا ان ان مش احنا قلنا ان ان ليها قيم من 1 لحد 7، وعطينا القيم دي رموز، وقلنا الرموز دي من اول كي لحد كيو. فاول واحد رمزه كي، التاني ال، التالت ام، وهكذا. تمام، يبقى هو لما بيقول لك the last principle level is L، أعلى مستوى طاقة رئيسي فيها هو L، يعني N بتساوي L، يعني يقصد إن N بتساوي 2. تمام، فهيكتب جدول وهيقول أنا هوجد السب ليفلز بمعرفة إن the last principle level بيساوي 2. فقال آدي البرنسبل ليفلز الموجودة عندي، طالما the last بيساوي 2 فالأول موجود معانا. تمام، هل ممكن إن يكون في بناء عمارة وتقول انت ساكن في الدور الثاني بس ما فيش دور اول اصلا، يعني ساكن في الهواء؟ ما ينفعش، طالما انت موجود في الدور الثاني يبقى اكيد في قبليك دور اول. فاحنا هنكتب يبقى ال principal energy levels الموجودة عندنا هي ال K وال L. هو قال the last principal level L. تمام، يبقى الاولاني K والتاني L، دول الموجودين معانا. الفاليو بتاعتهم ان بتساوي 1 عند كي، ان بتساوي 2 عند ال. تمام، عايزين نجيب مين؟ عايزين السب ليفلز. السب ليفلز هنحسبها ازاي؟ من القانون بتاع ال، ال سمول. تمام، اللي هي السب ليفلز، ال بتاخد قيم من كام؟ من 0 لحد ان ماينس 1. عند ان بتساوي 1 ال ملهاش الا قيمه واحده هي الزيرو. تمام، عشان 1 ناقص 1 بزيرو. طب لما يكون قيمه ال بزيرو يبقى رمز المستوى الفرعي ده هو مين؟ اس. اس ونسيبها تايهة؟ ما ينفعش. اما نديها ايه؟ نديها قبلها الرقم بتاع ال principal quantum number اللي احنا فيه، بتاع ال n اللي احنا فيه، يبقى 1 اس. يبقى عند ال
n بتساوي 1 موجود sub level 1 هو 1s. طب عند n بتساوي 2 اللي بتساوي كام؟ من 0 لحد 2 ناقص 1، يعني 0 و1 في مستويين بس فرعيين. طالما القيم بتاعتهم 0 و1 يبقى رموزهم ايه؟ s، عشان 0 ب s رمزه s والواحد رمزه b. نسيبهم كده؟ لا ما ينفعش، نديها مين؟ الكوانتم نمبر الرئيسي بتاعها قبلها، يبقى نقول 2s و2b عشان احنا في الليفل التاني. تمام، يبقى كل هو بيسأل هنا عن السب ليفلز كلها، كل السب ليفلز اللي موجودة عندنا في الاتوم دي كام واحد؟ واحد اهو واثنين اهمت، صح؟ موجود عندنا هنا سب ليفل في المستوى الاول 1s، واثنين من السب ليفلز في المستوى الثاني هما 2s و2b. The sub levels present in this atom are 1s 2s 2b. تمام، كده اتكلمنا عن اتنين من الكوانتم نمبرز. احنا قلنا عندنا اربع كوانتم نمبرز n و l و m l و m s. خلصنا ال n وخلصنا ال l، هنتكلم عن ال m l اللي هي الماجنتيك كوانتم نمبر في الفيديو الجاي ان شاء الله.